أصدقائي المشاهدين متتبعي قنوات آر تي سبورت، صح شربتكم كل شيء يهون من أجل الغالية كما تكن في تونس من قبل أنصار النادي الإفريقي، يعني صحن الشربة يمكن بسرعة لبريكة فقط، وعلى طول جماهير النادي الإفريقي على المقاهي ومتجمعة في البيوت من أجل لقاء هام لن أقول مصيري في ظل ما هو متوفر حاليا من إحصائيات ومن أرقام وفي ترتيب المجموعة الأولى، لكن حتما المباراة تبقى هامة جدا للنادي الإفريقي. 20 جوان الملعب البلدي بلواندا التابع للإنتر كلوب، تمشي كورة النادي الإفريقي لكن راهو صفارة. حكم المباراة هو مبونك سيني من سوازيلاند، وهذا خالد المليتي اللاعب السابق النجم الساحلي في رأيي ما كانش في تسلل تقريب يعني شعره خرج على الخط كاب، هو النادي الإفريقي يلعب لانتصار الصدارة. النادي الإفريقي بادي مليح مركز ويعرف أن الانتصار اليوم يعطيه المرتبة الأولى، خطيرة جدا إمكانية وسام يحيى صد جميلة، والهدف الأول، الهدف الأول للسيا البيانكو روسو في دقيقتين، يعرف أن الانتصار تعني الصدارة، الليدر للجروب الإفريقي حاليا 1-0 هدف ولا أحلى. دقيقتين لعب، خميس عليك يا يحيى، يخلي الإفريقي يحيى في الجروب الأول، ممتازة ولا أروع، كورة ولا أحلى من المعلم وسام، ووسام يحيى يباغت الحارس ماريو إيبوليتو. قلت الأحد الماضي متوانسة اللي يحب يمشي للفينال يلزم يربح في لواندا، الإفريقي حاليا لأرض لا فارقة كرويا، هذا هو الهدف، كورة ممتازة جدا ملعوبة من وسام السلامي، وسام يحيى كورة لا تقرأ لا تكتب، يكتب بها التقدم الإفريقي للنادي التونسي 1-0. ماريو ما فيش أحلى من الأهداف يا عادل يا نفسي، تمشي كورة طويلة جونيور وزاكي حتى في جول، ولا ما تلعبتش بالراس في المرمى، الأنجولي من ماريو إيبوليتو كانت خطيرة جدا وارتباك أنجولي واضح. النادي الإفريقي يضغط يعمل، هذا رقم 17 لاعب جواو تمشي خطيرة بتسديدة، يا ساتر مرت من ألطاف الله للركنية أو لا، تبعها عادل النبزي لكن ما مساش. على فكرة في رحلة الإفريقي يوم الجمعة عبر دبي كان من المفروض أنه ينتقل فرع كرة اليد، وهنا سأتحدث كمحامي على فرع كرة اليد، على فكرة كرة العارضة كما شفتوا فرع كرة اليد النادي الإفريقي لحد الآن لم يلعب بالسوبر الإفريقي لكرة اليد ضد المدرب البرتغالي لإنتر كلوب، يفكر أضرب أليكسيس، أليكسيس مرة ثانية الآن التسديدة والهدف الثاني، لا كانت قريبة جدا من مينتومو الكاميروني أليكسيس، فرصة كبيرة وماريو إيبوليتو وقف كرة، كرة كانت خطيرة جدا للنادي الإفريقي. 22 دقيقة نتيجة 1-0، وهذا لقاء النادي الإفريقي ما من شكل من اختلاف، لذلك الكرة القارة الإفريقية من خلال الأهلي وأنيمبا، والنصف النهائي الثاني بين القطن الكامروني الكوتون سبور ونادي ديناموس، ممتازة جدا فرصة كبيرة أوروبية ممكن، لا ماريو إيبوليتو سبقها خالد، سبقها المليتي، كورة قريبة للنادي الإفريقي. مباراة طبعا اللكنة البرتغالية لأنغولا كانت مستعمرة في البرتغال، استقلت في عام 75، صارت في البداية حرب أهلية ثم من حركة أونيتا الشعبية، بينما هذه كورة أنغولية مرت بسلام من ألطاف الله في وقت الحديث وخليها السلام في سلام، هذا هو أحلى كلام. الإفريقي 1-0 عن طريق وسام يحيى، لكن نقول لك أمانة باش ترتاح، باش تريح وترتاح يا الأحمر والأبيض، سجل هدف للصفر في خانة التنافس على وارجو. آخر الأخبار والكواليس أن الهلال السوداني يحب يعوض به اللاعب كودوين، لاعب ستيفان وارجو اللي أكيد باش يخرج في مركاته بعد الشامبيونز ليج، والهدف الثاني، والهدف الثاني للنادي الإفريقي، الهدف الثاني للنادي الإفريقي. عبد المنعم الدربالي ريح وارتاح يا منعم، المنعم الدربالي يسجل أول أهدافه القارية والثنائية للنادي الإفريقي، ماكينات السيا ترجع للدوران، يوم الأحد كانت مفتحات للشاهية واليوم كانت التحلية هنا في استاد لواندا. عبد المنعم الدربالي 2-0، 2-0 للنادي الإفريقي، يؤكد صدارته للأحداث، يؤكد صدارته للمجموعة ويتقدم ب 2-0 هنا في استاد الكوكيروس، نحن الغزاة 2-0 من السيا عن طريق منعم الدربالي. ارتاح برشا طبعا، ولكن دائما العبرة بآخر المشاوير، عبرتها في الخواتيم وبالرأس والكورة، برافو للنفسي، برافو العادل النفسي، هذا هو مصدر القلق الوحيد من الفريق الأنغولي. دقيقتين هانت لنهاية شوط أول، مهم جدا نخلص الشوط الأول 2-0، هذه الكورة
من عادل نبزي، ممكن استعراضيه، ممكن كانت برا، ممكن حتى لو سايبها عادل تكون البيتي لدفريقي باش يجيب الثالث، باش يزيد الثالث. جونيور وزكي، جونيور يعمل مراوغه، جونيور ممتازه، جونيور يسدد جميله، برافو جونيور، برافو يا جونيور يا وزكي، ممتازه جدا من النيجيري، الله يا جونيور، ممتازه من جونيور وزكي. وسط ميدان عن طريق مهاجمنا جونيور وزكي، جونيور ممتاز، جونيور يلعب كره ذكيه برشا اليوم. جونيور اش حطيت لها يا جونيور اليوم؟ اش بدلك يا جونيور؟ جونيور نيو لوك، هل هي الحلاقه او التوني الجديد؟ هل هو القميص الجديد؟ هل هي الرحله لنيجيريا اللي فرهدتك يا جونيور؟ طلب منا نخرج بالكره، برافو الكسيس، بثقه كبيره طبعا وبهدوء الكسيس يبعد الكره نسبيه، لكن ترجع بتسديده والهدف الاول، التسديده والهدف الاول، الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة عن طريق اللاعب كوانغ. وجمهور أنغولا أو بعض المناصرين للإنتر كلوب يهللوا لهذا الهدف. إذن هدف تبديل الفارق في آخر كرة، في آخر دقيقة، وحذاري الآن الوقت البديل. شوف الكرة مشات بعيدة تقريبا 40 متر، ممكن ضربت شوية في الدربالي على ما يبدو، تحاولت وجهتها واحد لاعبين نادي الإفريقي وغالطت عادل النفسي. هذه الكرة الأخيرة بالفعل مست في أحد اللاعبين، اللاعب اللي عمل التاكلينج بدل اتجاه الكرة ودخلت في المرمى، هدفين لهدف للنادي الافريقي هنا في لواندا.